الو 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 شخصية باتمان اللي ظهرت في الشارع المصري واثارت حالة من الجدل. احنا مع باسم بطل الشخصية من ارض الواقع من مدينة 6 اكتوبر تحديدا منطقة الشيخ زايد. منورنا على صفحة جريدة الدستور. حبيبي حبيبي شرفتني. احنا حاولنا ان احنا نبقى موجودين في اكتر مكان ما فيهوش ناس، وعلى الرغم من كده انا راجل ونزلت عربيتي اهي راجل ونزلت. حبيبي طيب قول لنا بقى مميزات العربيه ومكوناتها وايه الغريب اللي فيها والسيفتي الامان اللي موجود فيها يعني. تمام اوكي. هي العربيه طبعا هو انا اشتريتها واتعمل عليها فولي كاستمايزد، يعني يتعمل فيها تعديلات كتير جدا. باتمان باكج طبعا الكاميرات بتاعتها في كل حته جايبه، يعني قدام وورا كاميرات 360. ده سيفتي طبعا ليا وانا سايق والعربيه. دوت ما بيكونش ستاندرد موجود في عربيه. الشاشات دي كلها بتجيب لي انفورميشنز عن العربيه وهي ماشيه، الاتزان بتاعها، السرعه بتاعتها، المفروض ان انا دلوقتي داخل على منطقه المفروض اهدي، المفروض اسرع، الاستابيليتي بتاعها هيبقى عامل ازاي على الطريق دوت. الكاميرات طبعا كاميرات 24 ساعه بتكون شغاله فيها من جوه، بحيث ان لو اي حد دخل فيها بيجي لي انا على طول سيجنال على الموبايل وتبدا الكاميرا تشتغل والجي بي اس بيشتغل على الموبايل ويجيب لي بقى العربيه نفسها من جوه، مين قاعد جواها، مين اي حاجه، وان انا اقدر اتكلم عن طريق الموبايل والصوت يطلع من العربيه. طبعا الانجن برضو كاستمايزد، الانجن بتاع العربيه كاستمايزد، الكالر بتاعها كاستمايزد. يعني ذكرت حاجه مهمه، ذكرت الكاميرات اللي في العربيه. تمام لو قربت معانا مان كده شويه اهو وورينا اشرح لنا ايه اللي موجود هنا. الشاشه دي مسؤوله عن الكاميرا بتاعه الطريق هنا على الناحيه الشمال. كاميرا بتكون متحركه تجيب لي الطريق من تحت وبتجيب لي هنا على الشاشه. لا تعالي اكتر اشرح لنا ايه الدنيا دي الشاشه ديت بتجيب لي الطريق على الناحيه الشمال وبتجيب لي هنا الابعاد اللي قدامي، لان طبعا زوايا الرؤيه في العربيه صعبه جدا. تمام ان انا اشوف الطريق قدامي وانا ماشي او الارض او كده. دي مسؤوله عن كده. وهنا الشاشه ديت مسؤوله عن الطريق على الناحيه اليمين، برضو بتجيب لي الارض، تجيب لي الطريق من قدامي. الشاشه ديت مسؤوله، دي كاميرا برضو على طول شغاله بتجيب لي الطريق من ورا عشان خاطر ما فيش مرايات. وطبعا كل الكاميرات دي برضو فيها بتجيب لي البعد وفاضل كام سنتي على الحاجه، وبتعمل الارم لو انا داخل مثلا على حاجه مش غير مطابقه للعربيه ان هي تخش فيها، بتديني الارم. كل دوت بيبقى فولي كاستمايز ما بينزلش في العربيه. الشاشه ديت دي مسؤوله طبعا عن الميديا، لو في اي حاجه عايز اعرضها في العربيه طبعا بتتعرض هنا. انترنت فولي براوزنج برضو كل حاجه. الشاشه دي بتعمل كاستنج مع الشاشه ديت عشان لو حصل عطل او اي حاجه بتجيب، يعني هنا دي بتحل مكان ديت. طبعا الانجن برضو كاستمايزد، الانجن 2.4 تيربو 2400 سي سي تيربو. الكالر بتاع العربيه برضو كله فولي كاستمايزد، كل حاجه معموله في العربيه انا عاملها فولي كاستمايزد. يعني هي ستاندرد، هي بتنزل كده بس الحاجات اللي فيها كلها معموله، يعني اشتغلت فيها بدقه جدا. طيب عشان انت لابس القناع ده وبتحاول يعني قدر الامكان انك ما تظهرش الشخصيه الحقيقيه للناس. تمام مظبوط. السبب ايه؟
والله هو مفيش ورا سبب، لكن انا في الوقت الحالي حابب كده اكتر. لكن اكيد ان شاء الله هيجي، يعني اكيد ان شاء الله هيجي يوم وهظهر شخصيتي يعني، بس في الوقت الحالي انا حابب كده اكتر. بس بعض الناس بينادوا بيقولوا يا باسم يا باسم، باسم او باتمان. انا اسمي باسم طبعا، فهم الناس كلها عرفت ان انا اسمي باسم او باتمان. باتمان طيب مصر، باتمان شيف زايد. الناس اللي بتنزل وبتقف علشان تتصور معاك احنا رصدينها، تمام. في حالة تانية على السوشيال ميديا ممكن تقولك هو باتمان ده العربية الصوت عالي والسرعة هل قابلتها ترد عليها؟ قابلتها طبعا. هو بالنسبة للصوت، انا لما بخش اي منطقة سكنية او ماشي في وسط عماير او اي حاجة، بحاول بقدر الامكان ان انا يعني ما يكونش في صوت في العربية، بمشي بالراحة خالص. هي صوت العربية عالي، بس صوت العربية مش عالي ان هو معمول حاجة، لا هي صوتها كده عشان خاطر الانجن بتاعها. ايه كمان معاك؟ السرعة بتبقى زيادة شوية، حبتين ثلاثة. انا بطبيعتي مش بجري، يعني انا بطبيعتي مش بجري، ما بحبش الجري. لكن طبعا ان اول حاجة، طبعا انا حاجة ماشي بيها مبدأ في حياتي، سيفتي فيرست، اول حاجة الامان. فانا ما بحبش اجري، ده بطبيعتي يعني. هي طبعا عربيتي يعني تسمح لي بدوت وتقبل دوت، بس الجري اخرته وحشة. ودي رسالة لاي حد، دي رسالة لاي حد طبعا، جري اخرته وحشة جدا. العربية معاك من امتى؟ العربية معايا ممكن من سنة ونص سنتين، بس ما كانتش ظاهرة قوي، لان انا كان بقالي حوالي السنتين دولت كنت بعمل فيها الكاستمايزيشن بتاعها، فما كانتش طول الوقت قابلة ان هي تمشي او تتحرك، لحد ما الكاستمايزيشن بتاعها يخلص كده. ترخيصها ايه؟ ناس سألت وازاي بتمشي بالقناع، هل ده مسموح بيه؟ تمام. بص حضرتك، هي طبعا انا ماشي بلوحات، لان اهم حاجة برضو الواحد يمشي قانوني. ما ينفعش ان الواحد يمشي بيها بدون لوحات. انا حاطط لوحات تجارية ليها رخصة، ومعايا رخصة قيادة، ومعايا البطاقة. بخصوص موضوع القناع دوت، هو طبعا غير، يعني طبعا هو قانوني مش غير قانوني، لان العربية مفتحة من كل حتة، وانا مفروض ابقى لابس غطاء رأس. فكل واحد بيختار غطاء الرأس اللي بيلبسه حسب الحاجة، صحيح. بتكون ماشية او لايقة مع الحاجة اللي هو راكبها. طب قول لنا ايه اطرف او اطرف المواقف اللي بتقابلك، سواء المواقف الكويسة او المواقف اللي ما بتبقاش ظريفة؟ والله هو بصراحة هي كل المواقف لحد دلوقتي هي كلها مواقف كويسة، وحتى لو مواقف يعني مش لطيفة انا بتقبلها برضو بصدر رحب وباخدها. موقف من هنا وموقف من هنا. يعني اكتر موقف مثلا النهاردة، انا وانا ماشي في عربيات جد زنقت عليا، وقفوا قدامي عشان يوقفوني بالعافية ويتصوروا معايا. خدت الموضوع طبعا يعني بصدر رحب برضو، وضحكوا وهزار ومفيش اي مشكلة خالص. ممكن حد غيري يتضايق من حاجة زي دي، بس انا ما اتضايقتش. انا بس خفت عليهم لحسن حد فيهم يعني يخبط التاني. بس يعني ده اكتر موقف حصل لي النهاردة حسيت يعني انه. طب اخيرا صممت القناع ولا جايبه؟ لا، هو القناع دوت انا جايبه من باتمان ستورز في دبي طبعا، مش من مصر. اللبس انا جايب لبس طبعا فول سوت بتاعت باتمان، بس مش بنزل بيها في كل وقت، مش بنزل بيها في كل الاوقات طبعا. الماسك من باتمان ستورز ومتظبط على وشي. ذكرت زميلتنا ايمان ماهر ان في خطوه مقبل عليها خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله. اللي هي ان شاء الله في خطوه ليها علاقه بالسينما عموما والمجال دوت، باذن الله هتكون قريبه ان شاء الله. وان شاء الله خير. طيب بعد ما تاخد الصور مع معجبيك والناس اللي هي بتتوافى ده عشان تصور معاك، تمام، احنا هنحاول ناخد تجربه حيه معاك. تشرفني طبعا، تحت امرك. اتفضل. نجيب العربيه كلها.
اتفضلي تحت امرك. الدستور دلوقتي حالا زي ما احنا شايفين كله بيقبل عليه الناس تصور معاه، على الرغم ان احنا حاولنا نختار اكتر منطقة نائية خالية من السكان في مكان فاضي، ولكن برضو طب كلمونا، طيب كلمونا، انت شفتوا الفيديو فين او شفتوا مكاننا هنا في زايد؟ بس ما شاء الله العربيه بس بسم الله ما شاء الله كويسه حلوه جدا، طلع ترند وموضوع جميل يعني. مبسوط النهارده انك بتصور؟ لا بسم الله ما شاء الله يعني شكلها حلو الموضوع جميل يعني. شكرا. مشاهدينا متواصلين معاكم على صفحة جريدة الدستور، وزي ما احنا شايفين الاقبال على التصوير في عربية باتمان. لا يا شيخ، شفتوا باتمان امتى وفين؟ شفناه في كل حته، ده ترند عالمي دلوقتي. هو ده النجم بتاع مصر ان شاء الله. والله العظيم شفته امبارح على الفيس، وانا نازل النهارده ومتاكد ان انا هشوفه. شرف لي والله العظيم. الله يبارك فيك. ربنا يستر عليك. متابعينا متابعي جريدة الدستور، احنا منتظرين بس انتهاء حفل التصوير مع النجم، وهنكون معاكم في تجربة حية للعربية.
سبايدر مان. حبيبي شرفتني. تامر اتفضل اتفضل يا حبيبي. خد يا عبد الله. عبد الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفضل صوتك حبيبي شرفتني. تحت امرك تحت امرك نورت. اوكي اتفضل استني نخلص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راجل اوكي حبيبي حبيبي شكرا ثانك يو. ايه ممكن اقعد؟ اوكي شاكر جدا. ما اقدرش اقول لهم كفايه هنخلص و اوكي اوكي حبيبي ثانك يو شكرا حبيبي يا حاج خليني اشوفك ان شاء الله ان شاء الله على خير دايما. الله يخليك ان شاء شكرا شكرا ان شاء الله شكرا. لا فين رشيد؟ خلاص خلاص تعالى رشيد كده سوق واو ذاتس جريت ذاتس جريت. هاي انذر وان انذر وان انذر وان انذر وان. حبيبي شكرا باي باي. ان شاء الله يعني لسه في حاجات جديده نازله ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. زي ما احنا شايفين معاكم وزي ما احنا رصدنا دلوقتي في جوله حره وتجربه على الهواء اول تجربه مع باتمان وربنا يسر. اوكي اوكي شرفتيني شكرا شكرا باي باي مع السلامة.
جميلة الشيخ زايد. زايد سيتي. عبيد. باتمان 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 شرفتنا على صفحة جاريت بستور ونتمنى انك تحقق كل احلامك كل هدفك. شكرا ليك. شكرا ليك وشرفت بيك. شكرا.